كل حال نحن شعب سوريا بشكل عام عانينا كثير من الإرهابيين ومن المسلحين وبالأكثر من داعش نحن عانينا، وبالتأكيد راح بنية تحتية لسوريا بشكل عام، ونحن شرق شمال سوريا تأثرنا كشعبا وكماديا وكمعنويا تأثرنا كثير. وحاليا تركيا عم الاستعمار عم تجي الاستعمار يرجع بده يعيد استعماره على سوريا، نحن ما نرضى كشعبا ما نرضى على شيء ابدا، لانه اذا عاد الاستعمار وتركيا عم تضرب حاليا ضربات حول هول لحتى يرجع خلايا داعش تمدد مره ثانيه على شعب السوري نحن عانينا كثير. واذا بالتاكيد اذا خلايا داعش تمدد لمناطقنا هون بسوريا بشكل عام راح نحن نتاثر كثير على بالاخص المناطق السوريه، نحن راح تاثرنا كثير، والاجوار لا يمكن ساعدونا، بالاخص تركيا مددت واعطت كفايتها لداعش لحتى تخرب سوريا، وخرب سوريا هي كلها بيد اردوغان، ولحد الان عم مو حال أن عمل يتمدد لضربة سوريا ولدمار سوريا لحد الآن متمدد فيها أردوغان. ولكن نحن نخاف من عودة أخرى داعش يتمدد، وبدنا نتهجر مرة ثانية، وتأثرنا من التهجيرات السابقة، ونحن نتمنى من كل الدول يحطوا تحت الأنظار تركيا هي عم تخرب الأجوار. الاحتلال التركي يقوم بضرب شمال وشرق سوريا، وهذه الضربات تؤدي اليوم إلى تهجير ملايين من البشر من المناطق المستهدفة أو التي يقوم بضربها، ويقوم الاحتلال التركي بضرب المخيمات مثل مخيم الهول وضرب السجون التي تحوي عناصر داعش، فهذا دليل على ذلك أن الاحتلال التركي يريد تفعيل داعش من جديد وإخراج داعش من السجون أو المخيمات لزعزعة أمن البلد وضرب المدنيين وتهجير المدنيين من بلادهم ومن بيوتهم. ويجب على التحالف الدولي أن ينظر بعين الاعتبار بهذه الضربات التركية ووضع حد للطيران التركي في شمال وشرق سوريا. إن الهجمات البرية التي ستقوم بها دولة الاحتلال التركي سوف تعود إلى كوارث إنسانية، فاليوم الشعب السوري عانى الكثير من الحرب، عانى الكثير من الويلات، عانى الكثير من الأمور الاقتصادية، فاليوم نحن نرى قصف مدفعي، ضرب طيران مسير، ضرب طيران حربي، والأهالي قاعدين ببيوتهم لا يتحركون، لأن مصيرهم أصبح ضمن الأرض أو الموت. فاليوم نحن نقف مع قوات سوريا الديمقراطية، نقف مع الإدارة الذاتية، نقف مع كل أبنائنا في شمال وشرق سوريا وفي سوريا كافة. نحن لا نفرق بأي شبر من الأراضي السورية، والمكونات الشعب السوري كلها متحدة، كلها متفقة، إن كان من العرب، الكرد، التشركس، التركمان.